عبد اللاعب سالم عبد الله خطيرة يا ولد، ممتاز، يسجل العين، شخصية العين، شخصية نادي العين، يسجل ويلسون ادواردو أول أهداف في المباراة. 27 دقيقة لعب فيها تحفظ شديد، لسه بقول لك غير نفسك غير حظك يا راجل، يلعب نادي العين للشق الهجومي ويسجل أول أهداف في اللقاء. كده المباراة هتتغير وكده شكل اللقاء هيتغير وكده اتحاد كلمة التحفظ بتاعه هيبتدي يفك شوية. وادي ويلسون ادواردو لسه 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 من هنا لحد لولولولو، جماهير نادي العين منتظرة منك كتير يا راجل. ادي سالم عبد الله، لما العين لعب لقدام بقى شكل تاني، بقى لون تاني، بقى طعم تاني، بقى نكهة تانية، بقى تعرضية تانية، بقى كعبة قدم جميلة. سلام عليك يا يحيى نادر يا دكتور يا ابن الدكتور، سلام عليك يا يحيى نادر يا دكتور يا ابن الدكتور، جميلة جمال ملهاش مثال. يسجل ويلسون، يسجل ويلسون، ويعني يعلن عن أول عربون محبة هنا في هذا المساء لصالح نادي العين. بص شوف العين بشخصية العين، لكن لسه الأداء غير مقنع على مستوى البطء الشديد جدا في هذا المساء. يمشي على طول ويلسون ويسجل أول أداء في اللقاء، حتى لما عمل اللاعب سلطان الزعابي عملية القادم أيضا أمام بنياز نمشي، خطيرة جدا، خطيرة خطيرة جاشك يا الله. فرصة التعادل، فرصة التعادل، تعادل 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 تعادل، يعود اتحاد كالباب التعادل، يعود جاشك التبديل الذهبي هو ده. بقول لك تبديل موفق جدا 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 جدا، تبديلة هايلة، تكاية جميلة من خورخي دا سيلفا، قراءة جميلة جدا في التبديلة بتاعت أحمد جاشك، ويسجل هدف التعادل بالقراءة الممتازة من المدرب، ليس فقط لإحراز الهدف وإنما لتبديلة بتكاية بخروج أحمد عامر والدفع باللاعب أحمد جاشك والاختراق في عمق المدافعين. قرأ القراءة ممتازة، وخالد عيسى طلع 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 طلع، وهنا بيحاول شو تاني اللي كان ممكن لا قدر الله يصاب إصابة خطيرة جدا، كرة خطيرة خطيرة خطيرة، ثم يعود فريق اتحاد كلباء عن طريق بديله الذهبي اللاعب أحمد جاشك، اللي من وجهة نظري نرفع القبعة للمدرب خورخي دا سيلفا. تبديلة ممتازة.